الخدمة الطبية صمام أمان للزيارة الأربعينية. تحت هذا الشعار أقامت جامعة العميد التابعة للعتبة العباسية المقدسة المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية في الزيارة الأربعينية من أجل التشخيص والمعالجة المستمرة في الواقع الطبي وخصوصاً في الزيارات المليونية. حقيقة فكرة المؤتمر كانت فكرة أولية، هو كيف نخدم الزائر طبياً، ولأن جامعة العميد تهتم بالشأن الطبي أخذت على عاتقها أن تتبنى إقامة هذا المؤتمر، كون هذا المؤتمر حقيقة يقود إلى توحيد الجهود الطبية في جميع أنحاء العراق، وهي دعوة حقيقة خصصتها العتبة العباسية المقدسة من خلال جامعة العميد لإقامة هذا المؤتمر، وهذه الدعوة وصلت لجميع المختصين بهذا الشأن، الشأن يعني المختص بتقديم التطوعي الطبي للزائرين. حسنا فعلت العتبة العباسية المقدسة، وحسن كذلك فعلت جامعة العميد لاحتضانها مثل هذه الفعالية. زيارة الأربعين هي زيارة ضخمة وكبيرة وفيها العديد من الفقرات وفيها تجمع وحشود كبيرة من الناس، وهذه مهمة جدا للقضايا الإحصائية، كيفية التعامل معها وكيفية تطويرها وتلافي الاختناقات اللي تصير بها، ولهذا هذا الموضوع مهم جدا خاصة نستفاد منها احنا في الجامعات العراقية. ثلاث جلسات بحثية توزعت على قاعات مختلفة في أديم الجامعة، تضمنت ما يقارب 40 بحثا عرضت فيها الجوانب الطبية التي تقدم في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام وسبل الارتقاء بواقع الخدمات لا سيما الصحية منها، وبيان التعاون المشترك بين الوحدات الطبية لضمان سلامة الزائرين الكرام. طبعا نحن يعني نعتبرها فرصة ثمينة جدا أنه نشارك في هذا المؤتمر الكبير. نحن كمنظمة إمامية لدينا مشاركات كبيرة في خدمة الزائرين خلال الزيارة الأربعينية، والحقيقة العدد كبير جدا، عدد المرضى يكون كبير جدا، ونحن نقدم كل ما لدينا. وبخصوص هذا المؤتمر، هذا المؤتمر يعتبر مهم جدا لأنه من الضروري جدا أنه يتم تقديم البحوث لغرض التوصل إلى تقديم أفضل خدمات. قدمنا مقالات عديدة في مجالات طبية مختلفة لغرض تفسير وتحليل المشاكل الطبية والصحية الموجودة ووضع حلول لهذه المشاكل، هذا من جانب. أيضا المقالات اللي قدمناها ليس فقط الجانب الطبي، بينما الجانب الروحي ومن ناحية الاسترس اللي ممكن موجود، يعني ممكن نشوفه بالزوار 40. فالمقالات اللي قدمناها مقالات طبية ومن ناحية العلم الاجتماع وعلم النفس. مؤتمر علمي احتضنته قاعة الدكتور جاسم المرزوقي في جامعة العميد وسط حضور كبير لأكاديميين وباحثين من داخل العراق وخارجه، وشهد مشاركة فاعلة من الأقسام الفكرية والثقافية والمعرفية في العتبة العباسية المقدسة والمنشآت الصحية والطبية التابعة لها. وتخلل المؤتمر معرض للكتاب والصور الفوتوغرافية ومتحف عرضت فيه المقتنيات التراثية وبيان المنجزات التي حققها مستشفى الكفيل التخصصي على أرض الواقع، فضلا عن اشتراك عدد من باحثيها في الجلسات البحثية. طبعا هذا المؤتمر جاء من ضمن أهداف العتبة العباسية المقدسة في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية للخدمات الطبية في الزيارات الأربعينية، وبمشاركة أكثر من 5 دول من أمريكا وإيرلندا وباكستان وإيران والبحرين من الباحثين وأساتذة المهتمين والمختصين في هذا الجانب من الاختصاصات الطبية شاركوا وقدموا أبحاثهم، إضافة إلى الباحثين من داخل العراق من الجامعات والمعاهد العراقية والمستشفيات ودوائر الصحة في المحافظات العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا بحثنا لهذا اليوم كشعبة علاقات جامعية مختصة في طلبة الجامعات وتواصلها مع طلبة الجامعات والمعاهد العراقية هو توفير متطوعين من ذوي الاختصاصات الطبية وغيرهم في تقديم الإسناد الطبي للمراكز الطبية والمستشفيات وكذلك الإخلاء الطبي. لا بد من وضع خطة استراتيجية للخدمات، لأنه مثل ما متعارف في كل أنحاء العالم الاهتمام بالحشود، نوع الحشود، حجم الحشود، مسار الحشود، حتى لا تحصل المخاطر ولتقليل المخاطر،
والبحث العلمي لابد من اهتمام بالإحصاءات والبيانات في تقييم الحاجة الملحة لتقديم أفضل الخدمة. مبادرة أخرى تقيمها العتبة العباسية المقدسة تصب في خدمة الزائرين من خلال إقامة جامعة العميد مؤتمرها الإقليمي الأول للخدمات الطبية في زيارة 40 من أجل إشاعة التوعية الصحية في الزيارات المليونية والاستمرار بتفعيل المعالجة الميدانية لضمان سلامة الحشود الكبيرة من الزائرين.